اليوم الثاني على التوالي قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة رام الله. تحريض إسرائيلي على الرئيس الفلسطيني محمود عباس ودعوات لاغتياله. وفي النقب توسعة الشوارع كذريعة لاقتلاع العرب من أرضهم. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي المصايف في مدينة رام الله وتمركزت بالقرب من وزارة المالية الفلسطينية ووكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا. ودخلت قوات الجيش معززة بعدد من الآليات العسكرية وعشرات الجنود ما أسفر عن تعطيل حركة السير واندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين بدورهم أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة على المواطنين الفلسطينيين. ويأتي هذا الاقتحام لمدينة رام الله لليوم الثاني على التوالي بينما أكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها بأنها تجري اتصالات عربية ودولية لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ومؤسساتهم.